الانتقادات الغربية تدور حول اتخاذ موسكو لمسألة تهريب الأسلحة وغيرها من التهديدات لأمنها القومي كذريعة لمواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا. ما مدى التهديد الناتج عن عدم الرقابة على الأسلحة المقدمة لكييف؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين ولضيوفكم الكرام. أعتقد بكل تأكيد هناك حديث وتقارير تتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا أنفقت ما يقارب 11 مليون دولار على المقاتلين الأجانب الذين ضموا إلى القتال بجانب القوات الأوكرانية، وأعداده ما يقارب من 1000 إلى 2000 مقاتل أجنبي من هويات مختلفة من بلدان مختلفة. هذا الشيء قد يؤثر بكل تأكيد يؤثر على الدول المختلفة وعلى تهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى دول أفريقيا واستعمال المجموعات المختلفة التي يعني قد تهدد أمن أوروبا وقد تهدد أمن المنطقة وخصوصا منطقة الشرق الأوسط باستعمال هذه الأسلحة. بكل تأكيد الآن اليمين المتطرف قد يستفيد من هذا الشيء. في السابق كان هناك تداعيات ومشاكل أمنية في دول الاتحاد الأوروبي إذا تنظيم الدولة الإسلامية والمجموعات الإسلامية المتطرفة، والآن يمكن أن يمين المتطرف أن يستفيد من يعني هذه الأسلحة لأن يعني يعمل هجوم في حتى بالداخل الأوروبي وأيضا في الدول الأفريقية. هناك تهريب هذه الأسلحة تتهرب إلى دول أفريقية وإلى قد تتهرب إلى منطقة الشرق الأوسط، وأعتقد بأن التداعيات على دول الاتحاد الأوروبي أخطر من تداعيات حتى على الدول الأفريقية. كما قلت هناك الآن مشاكل أمنية تعانيها ألمانيا من ما يسميه مواطنو الريخ، ونعرف بأن يعني هناك مجموعات أمنية متطرفة موجودة في الداخل الأوكراني حسب التقارير التي تتحدث عن وجود هذه المجموعات، وهي تقارير أوروبية وتقارير من مراكز أبحاث تتحدث عن وجود مجموعات أمنية متطرفة في تقاتل بجانب القوات الأوكرانية. ولذلك يعني الآن موضوع الشركات الأمنية هو مستعمل في السابق حتى يعني من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، من طرف روسيا ومن طرف أوكرانيا، ولذلك التداعيات الأمنية على المنطقة لها يعني خطر كبير على المنطقة وعلى دول الاتحاد الأوروبي وكما قلت على أفريقيا أيضا.